نماذج ملهمة لشابات وشباب سعوديين حققوا ذاتهم. هم شباب اوريدي معطاء قادرين ان يوصلوا ويحققوا رؤية 2030. الهدف اللي احنا بنوصل له هدف مو سهل، في تحدي كبير ولازم نشتغل كلنا مع بعض على اساس نحقق هذا الهدف. جيل الرؤية في هذه الحلقة من كلام نواعم، تابعونا. كلام نواعم الأحد 9:30 بتوقيت السعودية على NBC1.